كنهضروا على هذا الشيء يمكن يدير الفلاح الله يرحم الوالدين. هذا حنايا في مكانه هذا الموز ديال البنان، انا بنفسي في هذا الشيء كنمارس هذه الحرفه. دروك هذا الفلاح مسكين مثلا هو وجد هذا القطر ديال هذا البنان وداروا في البيع في 2000 جدر، ومن بعد في 2000 جدر هذا الصراع كيجي في اللوحان ديالو الله كيلوحو جدر يجي مات 3 يجي مات. كيجي البيع والشراء كيقول لي عندي قطر ديال البنان غادي نبيعو. اييه اللوحان الاول هو مزيان، البيع والشراء كيشري من عنده كيجي عنده حتى هو وياه مثلا ب 150000 درهم ولا 108000 درهم. اش كيوقع؟ الفلاح مسكين الامكانيه ديالو هو باع على السيره ديالتو شد فيها 18 مليون ولا 20 مليون ولا باش على الاستطاعه ديالتو، ولكن البيع والشراء ملي كيخلص فلوسو هاد البيع والشراء كيجي كيلقى البنان حاسب 100 جدر ولا 90 درهم للجدر، والبنان كيلوح مع الماء كيلوح ليه مثلا 15 كيلو 20 كيلو وغيشتري السلعه ب 100 ريال الكيلو باش شاريها، وفي السوق دار 4 درهم. تضيعت هذه الفلاح مسكين لا حول ولا قوه الا بالله، راه الماء مشى للفلاح. دوك هاد الصيره كتقام ب 10 الملايين الا بغات تباشيها، عاد الميكا كدي 10 الملايين والصواير في 6 الملايين 16 مليون، وكيبيع القطار ديال البنان كيبيعوا ب 16 مليون 18 مليون. اش بغات تشتري باش بيخلص الخدامه باش بيخلص الضو باش بيخلص البوطات؟ راه هاد الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله، راه الفلاح راه مشى حتى البيع والشراء. حنا كنمارسوا هاد الحرفه ديال البيع والشراء. انا سمسار كنجي البيع والشراء كيقول لك واش كاين الماء، كيسول على الماء هو الاول. اش نكذب عليه نقول لك كاين الماء؟ الماء ما كاين، الفلاح هاك البيع والشراء ما يجيش عندك. كاين الماء كيشري، ما كاين الماء ما كيشري شيء. البيع والشراء العدد هما مساكن راه شراو السلعه وضاعوا فلوسهم وما كاين اللي يعوض لهم حتى شي حاجه. هادشي كنشوفو شي حاجه حتى الدوله كدير شي حاجه تكون داخله في القانون. راه مثلا دوك حنايا المنطقه ديال تنجنيه راه كلشي ناس داروا لاسيرات وكيتقام دوك لاسير اللي بغيت دير لاسير جديد كيتقام لك ب 40 مليون وعام كامل يلا يبيعوا يلا يجد فيه 20 مليون. واش يردها للميكا ولا يردها للسير ولا يردها للخدامه؟ مناش راه ما كاينش حتى قانون. واش هاد الميكا عباد الله 10 جنيه كدير السلك حتى هو راه تسحق يدير 160 لانجري كانت ترفع بواحد الدرجه راه ب 100%. البوطه هي اللي باقي شويه والناس كيحرفوا البوطه هي باقي في الثمن ديالها خاص. راه مصيبه كبيره، الفيرما كانت فيها 50 خدام ولا فيها 3 خدامه بعد 40 باترون والخدام ديالو هما اللي قاعدوا الميكا ويخيسقوا الخدامه مسكه مساكن الله يهنيهم. وكاين بعض الخدام اللي عنده 4 الافراد 5 6 في الدار اي شي يدير الكساب هكاك كلشي هكاك. راه لا حول ولا قوه الا بالله، الفلاح ضر راه البيع والشراء ضر. وبعد كاع يوجد الخضره ويديها للسوق، راه ما دايره والو في السوق. راه الفلاح يبيع بنص ثمن والبيع والشراء السمسار البيع والشراء باش يلحقها باش يلحقها للمستهلك يبيع عليه بثلاثة الثمنات. راه هادشي خص يكون له حل. الفلاح هو الاساس ديال الدولة، كنتمناو المسؤولين يشوفوا شي حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمال البريني فاعل حقوقي وجمعوي بمنطقة ديال تارودان، فاليوم يعني في زيارة ميدانية لإحدى الضيعات الفلاحية هنا بقيادة أحمر وبالضبط بجماعة أحمر الكلاشة. كما كتلاحظوا يعني أوضاع كارثية اللي كيعيش الفلاح الصغير بالأخص، لأن كنشوفوا بأن بحال هذا الجدر ديال البنان شحال باش تقام هو، يعني هذا الفلاح جالس يعني كيعطيه في الماء وكيعطيه في المواد العضويه، يعني كنهضروا على لانكري كنهضروا على امازير واحد مجموعة ديال المواد، واليوم خرجت ليه بحال هذا الريجيم هذا. للاسف هذا الريجيم نكون على يقين بان ما غاديش تمشي للسوق لا حتى شي حاجه، هذا ضياع بالنسبه للفلاح. فاش كنهضروا على هذا الشجار اللي في هذا الوضع الكارثي، الاسباب باينه بان الاسباب كاينه في الماء. يعني فاش كنهضروا على الماء، الماء وصل لواحد العمق اللي ما يقدرش الفلاح البسيط الفلاح الصغير اللي يوصل لذاك الماء. يعني فاش كنهضروا على 300 متر 400 حتى 500 متر، فللاسف اكيد ان الفلاح الصغير الفلاح المتوسط اكيد ان الدور ديال صراحه يعني الدور ديالو في المجتمع من بعد هذه المعاناه اللي كيعاني منها ما غاديش نشوفوه في المستقبل. فاش كنهضروا على الفلاح الصغير كنهضروا على بزاف ديال الاسر كتعيش مع هذا الفلاح الصغير. الفلاح الصغير كيكون في واحد الدور من الدوائر اكيد ان 4 الاسر 5 الاسر يعني كيعيشوا مع هذا الفلاح. اليوم فاش الفلاح كيعاني راه دابا جالس بعد الفلاح كيدور في الضيعه ديالته كيعطي المال بحال هذا الجدر هذا كيتسنى الله عز وجل يدير ليه شي تاويل ديال الخير، زائد القروض زائد بزاف ديال المعاناه اللي اكيد ان فاش كنشوف ضيعات يعني يبسوصوا لواحد المستوى كارثي. ف
فاكيد ان الفلاح غدا غيصبح حتى ويخدم عند الاباطره ديال الفلاحه. كنهضروا اليوم على واحد اللوبي كبير اللي جا باش يدمر هذا الفلاح البسيط والفلاح الصغير اللي كيعيشوا مع الاسر. اليوم هذا الفلاح الصغير كيكري الضيعات ديالته اللوبي الكبير، وفاش كيكري هذا الفلاح اكيد ان المعاناه ديالته غتستمر، لانه هو اليوم راه كيعيش الفلاحه يعني من جد لجد. فاش كنهضروا على الفلاح الصغير والفلاح اللي كيوزاو المهنه ديال الفلاحه في هذه المناطق، فاكد انه ورثها على من جدوده يعني ابا عن جد. اليوم فاش كيتخلى على الارض ديالته فاكيد انه كيتصبح الارهاق نفسي، يعني هذا الفلاح غيمشي للدار غيبقى مريض نفسانيا وغض النظر انه كره ديك الارض ولا كذا. فلهذا رسالتي للحكومه والناس المسؤولين باش في اقرب وقت يتدخلوا. حنا هذا الفلاح بغينا لما لا ما يوصلش للماء ديال السد لنا، يعني كاين السد ديال اولوز كيستافدوا في الضفه الاخرى بعد الفلاحه، علاش السد ما يجيش حتى لهاد الضفه هادي ويستافد منه هاد الفلاح؟ الماء ديال السد بغينا يجي لهاد الضفه هادي ديال المنطقه ديال حمار وكذلك يعني سيدي موسى الى اخره باش يستافدوا، لان الفلاح كيعيش اوضاع كارثيه يعني، وبالاخص في هذا العام هذا اللي الشتاء يعني للاسف يعني ما كاينش التساقطات ديال الامطار اللي كان الفلاح كينتظرها. كذلك الحكومه خصها تجي وتحصي هاد الخسارات بحال هذا الشكل هذا، خص الحكومه وزاره الفلاحه تجي تحصي هاد الفلاح الضياع اللي عنده في هاد السنوات هذه. فاش كنهضروا على هاد الريجيم ديال البنان راه بزاف واحد المده معينه خطاها وكيعطي هاد الفلاح من المال ديالو الخاص، اليوم يعني ما غاديش يستافد منه حتى شي حاجه. فلهذا الله يرحم الوالدين، رسالتي للحكومه وكذلك جميع المتدخلين باش يجوا ويحصوا المعاناه ويحصوا الخساره اللي كيعاني منها الفلاح الصغير والفلاح المتوسط. وتحيه للمنابر الاعلاميه اللي سلطت الضوء على هذا الوضع الكارثي اللي كيعيشوا الفلاحه بالمنطقه ديال سوس عموما. والسلام عليكم ورحمه الله.